بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، نتناول في هذه المحاضرة علما من أعلام الشعراء في العصر العباسي. ولا يكون العلم علما إلا إذا كان له تأثير في الحركة الشعرية في هذه الفترة، بأن يكون رائدا من روادها، أو تميز في موضوع من موضوعاتها، أو أسلوبا من أساليبها. فمثلا بشار بن برد هو أول من أرسى دعائم الأسلوب المولد، فلذلك استحق أن يكون علما من أعلام الشعراء في هذا العصر. وكذلك أبو نواس كان شاعر اللهو والمجون، وكذلك أبو العتاهية شاعر الزهد، وكذلك أبو تمام شاعر الصنعة والحكمة والفلسفة وغير ذلك. ونبدأ ببشار ابن برد. وبشار ولد في البصرة عام 79 أو 81 للهجرة، وهو من أصل فارسي، وجده ممن سباهم المهلب ابن أبي صفرة والي خراسان، فعاش على الرق. وكان أبوه برد في رعاية امرأة لبني عقيل فأعتقته، وبذلك عد بشار وأبوه موالي لبني عقيل. وكان أبوه طياناً، يعني يعمل في الطين، وهذا دليل فقره. وأما نسبه فقد قال مفتخرا: ألا أيها السائل جاهدا ليعرفني، أنا أنف الكرم، نمت في الكرام بني عامر فروعي، وأصلي قريش العجم. إذن هو ينتمي إلى العجم، وطبعا هو المقصود الفرس من جهة أبيه، أما من جهة أمه فهو ينتسب إلى الروم. فقال: وقيصر خالي إذا عددت يوما نسبي. هذا دليل على أن نسبه من جهة الأب فارسي ومن جهة الأم رومي. وقد ولد أعمى لم يرى الدنيا قط، فقال في ذلك: إذا ولد المولود أعمى وجدته وجدك أهدى من بصير وأحولا. عميت جنينا والذكاء من العمى، فجئت عجيب الظن للعلم موئلا، وغاض ضياء العين للعلم رافدا، لقلب إذا ما ضيع الناس حصلا. ومن هذه النبذة المختصرة نستطيع أن نستنتج العوامل التي شكلت تجربة بشار الشعرية، وصنعت أفكاره ومعتقداته، وانعكست على قصائده. وهذه العوامل على النحو التالي: النسب، حيث نلاحظ أن نسبه فارسي من جهة أبيه، ورومي من جهة أمه، وهذا ليس بنسب عربي، يعني ينتمي إلى نسب غير عربي. وهذا طبعا يعني يمكن أن يشكل بيئة لأمور نفسية مثل الكراهية والحقد على العرب، إضافة إلى ما سببه له من شعور بالنقص ونحو ذلك.
النقطة الثانية الفقر، فقد كان أبوه طيانا وهذا يعكس وضعا اقتصاديا سيئا، ربما كان عاملا في زيادة نقمة بشار على الحياة والأحياء. أيضا عاهة العمى حيث ولد بشار أعمى، فهذه الظلمة التي غرق فيها بشار منذ كان طفلا لم يرى النور قط عمقت المأساة والجرح في نفس بشار، وربما دفعته إلى مسالك لا تحمد عقباها، وربما ولدت لديه دوافع نفسية وفكرية، نفسية من حيث الحقد على الحياة والنقمة من الأحياء، ودوافع عقلية وحضارية وغير ذلك، كذلك دوافع مثلا ثقافية مثل الزندقة، ودوافع عاطفية مثل الغزل الصريح وغير ذلك. أيضا من العوامل التي أثرت في شاعريته نشأته في بني عقيل، فقد أعنته هذه النشأة على أن يكتسب أو يتمثل الصليقة العربية، فلم يبلغ العاشرة حتى أخذ ينبوع الشعر يتدفق على لسانه، وقد اشتد طموحه إلى إتقان اللغة، فيمم نحو البادية وأقام فيها فترة من الصليقة وفهم شؤون اللغة والبادية. أيضا موطن نشأته، فقد نشأ بشار في البصرة في العصر الأموي حيث اضطرم فيه فن النقائض، والنقائض هي عبارة عن شعر يهجو فيه الآخرين ويمدح فيه نفسه، يعني فيه هجاء وفخر، وهذا من أشد أنواع الهجاء، فإذا كان الهجاء المقزع هو كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للحطيئة: إياك والهجاء المقزع، قال: وما الهجاء المقزع يا أمير المؤمنين؟ قال: أن تهجو فلانا وتمدح آخر. إذن اضطرم الهجاء في هذا العصر على يد بشار أيضا. والسؤال ما السبب في أو علل كثرة الهجاء عند بشار ابن برد؟ طبعا يرجع إلى أنه عاش في عصر اضطرم فيه الهجاء وهو العصر الأموي، وأيضا كان بشار يتسلق أو يود أن يكون في الطليعة في الشعر الهجاء، وأن تكون له مكانة بين الشعراء، فقال: هجوت جريرا مرات كثيرة، ولو هجاني لأصبحت أشعر الشعراء، ولكن جرير لم يرد عليه. إذن هناك تأثير من حيث أن موضوع الهجاء يعني كان يتناسب مع طبيعة بشار التي نشأت في عصر اضطرم فيه الهجاء. النقطة السادسة الاختلاف إلى حلقات المتكلمين، وقد قلنا أنه ولد بالبصرة، والبصرة كانت محط العقل العربي الذي تجلى في كثير من العلوم ومنها النحو البصري.
أو المدرسة البصرية، وأكبر الظن أنه تسرب إليه من هذه المجالس وما يماثلها شيء من الفلسفة والمنطق، ربما أدت بفكره إلى الانحراف، خاصة في مسألة نفي الإرادة الإنسانية. فهو يرى، أي بشار يرى، أنه جبري، بل لا شيء سوى الجبر وتعطيل الإرادة الإنسانية. موضوعات الشعر عند بشار: القصيدة الأولى هي قصيدة المدح، وهذه القصيدة وصلها بشار تارة بالتراث القديم وتارة بالطوابع الحضرية والثقافية، وهذا يرجع إلى اعتبارات سابقة ذكرناها. فالقصيدة، أقصد قصيدة المدح، ينظر إليها باعتبار الممدوح، فإذا كان الممدوح عربيا صليبة، وجدنا أن مظاهر التقليد من حيث اللغة الغريبة والألفاظ الوحشية نراها في القصيدة التي يمتدح أو يمدح فيها الممدوح العربي، أما إذا كان الممدوح غير عربي فإننا نجد فيها الصور الطريفة والطوابع العقلية. كذلك ننظر إلى القصيدة: أقيلت في العصر الأموي أم في العصر العباسي؟ ذلك أن القصيدة في العصر الأموي قد طبعت بطابع تقليدي، يعني ظلت سائرة وفق النهج التقليدي الذي كان عليه الشعر العربي آنذاك. أما إن قيلت في العصر العباسي فإننا نجد فيها مظاهر التجديد والتطور. ونضرب لذلك مثلا في أبيات سابقة عندما مدح سلم ابن قتيبة، ولما سأله خلف عن إكثاره للغريب في هذه المدحة قال: لأن سلما يتباصر بالغريب، وذلك في القصيدة التي قال فيها: بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير. فسأله عن إكثار في الغريب، قال: لأن سلما كان يتباصر بالغريب. وقال: لو قلت بدل إن ذاك النجاح في التبكير، لو قلت فالنجاح في التبكير، قال: لقد بنيتها أعربية. وهذا دليل على أن بشار كان يراعي طبيعة الممدوح، فإن كان الممدوح عربيا طبعت بطابع تقليدي، أما إذا كان الممدوح غير عربي فإننا نجد أنه يعني يأتي بطوابعه عقلية أو حضارية. فمثلا عندما يمدح خالد ابن برمك يأتي بصورة طريفة ذات طابع عقلي، يقوم على الثنائيات الضدية في مثل قوله: إذا جئته للحمد أشرق وجهه إليك وأعطاك الكرامة بالحمد، مفيد ومتلاف سبيل تراثه إذا ما غدا أو راح كالجزر والمد. اللغة هنا كما نرى لغة بسيطة سهلة بعيدة عن الغرابة التي رأيناها في قصائده التي يمدح فيها سلم ابن قتيبة، أو
أو الممدوح إن كان عربيا كما في قصائده القديمة. أما قصيدة الرثاء عند بشار فهي قليلة الحضور، وهنا يثور السؤال: علل لماذا قل شعر الرثاء عند بشار، أو بما تعلل قلة شعر الرثاء عند بشار؟ هناك أسباب عدة، أهمها أنه كان غارقا في شهواته، وهذا يمنعه من أن يتذكر الموت ويقف عند حالات الموت ويرثيها، إنما يمر عليها مرورا وربما لا يهتم بهذا الأمر. الشيء الثاني أن ثقافة بشار كانت تقوم على البغض والكراهية والزهد، أو شعر الرثاء طبعا يعني يحتاج إلى طمأنينة وإلى طاقة إيجابية تجمع بين معان قوية مثل اليقين، معاني جميلة مثل الصبر، لكن ثقافة بشار لم تكن مهيئة على هذا النحو، بل كانت مهيئة للبغض والكراهية بسبب عوامل الفقر وهبوط النسب ووجود عاهة، ومعلوم إن كل ذي عاهة جبار كما يقال في الأمثال. إن فكرة الزندقة كانت عاملا رئيسا في جعل فكرة الموت غير واضحة عنده كما هي عند المسلمين، وبذلك نجد موقف بشار من الموت كان يعني موقفا نفسيا. يمكن أن نرى ذلك في رثائه لابنه محمد: أصيب بني حين أورق غصنه وألقى علي الهم كل قريبي، وكان كريحان العروس تخاله ذوى بعد إشراق الغصون وطيبي، وما نحن إلا كالخليط الذي مضى فرائص دهر مخطئ ومصيبي، نؤمل عيشا في حياة ذميمة أضرت بأبدان لنا وقلوب. والشاهد واضح في البيت الثالث: وما نحن إلا كالخليط الذي مضى فرائص دهر مخطئ ومصيب، إذ إن الله سبحانه وتعالى هو الدهر، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الدهر فأنا الدهر. ولكن الشاعر هنا يعني يعبر عن العاطفة، يعبر عن الموقف، فالموقف هنا عند بشار يعبر عن تذمر تجاه الموت وعن فهم سطحي للموت أو فهم غير سليم. فالدهر إنما يعني يتصرف بقدر الله سبحانه وتعالى، والموت هو قدر يقدره الله سبحانه وتعالى، لا دخل الإنسان فيه. لكن بشارا يصف الدهر بأنه الوحش: وما نحن إلا كالخليط الذي مضى فرائص دهر مخطئ ومصيب. فالدهر
يخطئ ويصيب، وهذا يعني خطأ، لأن هذا الأمر إنما يتم بإرادة الله وقدره وليس وفقا لنظرية الخطأ والصواب. نؤمل عيشا في حياة ذميمة أضرت بنا بأبدان لنا وقلوب. أما قصيدة الهجاء فقد أسرف فيها إسرافا كبيرا، إن شعر الهجاء كما رأينا نتاج عاطفة البغض والكراهية، وهذه العاطفة استغرقت معظم حياة بشار. أن شعريته قد تكونت في بيئة ساد فيها الهجاء والنقائض. الشيء الثالث محاولة التسلق والشهرة عن طريق الهجاء، وذلك أنه هجا جريرا مرات كثيرة ولكن جريرا لم يرد عليه، وقال بشار حينها: لو هجاني، يقصد جرير، لكان أشعر الناس. إذن قصيدة الهجاء كانت إيه؟ كانت محدودة، كانت كثيرة عفوا، كان شعر الهجاء كثيرا عند بشار بسبب عاطفة البغض، لأن الهجاء يتغذى على البغض والكراهية. الشيء الثاني أن شاعريته تكونت في العصر الأموي، فقد ولد سنة 79 للهجرة، يعني حوالي أكثر من 50 سنة عاش في العصر الأموي، يعني تشكلت شاعريته في هذا العصر. أيضا في الرغبة في التسلق والشهرة، كان يعني يود أن يكون أحد المشاهير في العصر الأموي ولكن لم يتمكن له ذلك، وذلك أن جريرا أهمله فلم يرد عليه، ولو رد عليه لكان أشعر الشعراء. أما قصيدة الغزل عند بشار، طبعا الغزل إما أن يكون مقدمة للقصيدة، المقدمة الغزلية، أو موضوع للقصيدة، يعني القصيدة كلها تكون في الغزل. طبعا بالنسبة للمقدمة وجدنا أن بشارا يحول هذه المقدمة الغزلية التي هي في الأساس هي تجربة عامة وليست خاصة، يحولها إلى إلى تجربة خاصة ليضلل الجهات المراقبة له، فقد كان يخشى الخليفة وأصحاب السلطان، فكان يقدم قصائده بمقدمات غزلية نابعة من تجربة خاصة وليس من خلال تجربة عامة كما كان معهودا في السابق. فمثلا كعب بن زهير يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة يبدأها بمقدمة غزلية، مثل قوله: بان السعاد فقلبي اليوم متبول، متيم على إثرها لم يفد مقبول. فنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يوبخ كعبا على هذه المقدمة، لأن فيها ذكر للغزل وذكر لعلاقة مع المرأة، ولكن لأن هذه هي تقليد فني سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه خلع عليه بردته. بشار كان يحول هذه المقدمة الغزلية إلى إلى تجربة خاصة في الغزل. أما يعني شعر في الغزل فهو يعني يميل إلى استحضار المعاني الجسدية، في مثل قوله مثلا:
يا ليلتي تزداد نكرا من حب من أحببت بكرا، حوراء إن نظرت إليك سقتك بالعينين خمرا. وكأن رجع حديثها قطع الرياض كسين زهرا، وكأن تحت لسانها هاروت ينفث فيه سحرا، وتخال ما جمعت عليه ثيابها ذهبا وعطرا. وهناك ملاحظة يعني ينبغي أن نشير إليها في شعر بشار الغزلي، وهو أنه يقدم حاسة السمع على حاسة البصر في الإحساس بالجمال، فقال: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. قالوا: بمن لا ترى تهذي؟ فقلت لهم: الأذن كالعين توفي القلب ما كان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.